اللهم عليك بسحرهم وحكمهم وحظهم، اللهم عليك بهم. الحلو في ريال مدريد انه على ارضه ضعيف. اللهم ابعد شاكير يعني الاغلاط. يلا يا شباب بدنا نفوز على بايرن ميونخ زي المره اللي فاتت، بدنا رونالدو يحط جوال عشان ينافس على الكره الذهبيه بقوه. مو مش حد بنافسه يعني، بس عشان ينافس بقوه. دوري الابطال لعبتنا. يلا يلا يا الله. ايوه هيك اضغطوه من اول دقيقه. انتوا بايرن ميونخ بالكم بدنا نفوز اليوم. خاوة بدنا نفوز. ديروا بالكم ترى ألابا رجع. ألابا ديروا بالكم من ألابا يا حبيبي، حد يمسك ألابا. أكلنا هوا فاسكس في مكان كرفخال رايعن. أكلنا خارة. ما قلنا لكم أكلنا خارة يا حبيبي. كيفتش برضو كيفتش يسجل فينا وأول ثلاث دقايق يا حبيبي لا والله فزنا. يلا نعمل ريمونتادا. جول الجول. اول دقيقة فور. الحمد لله. لعيبة كيميتش علم عليهم، كيميتش مزعهم، كيميتش خردقهم. يا سلام يا كيميتش. ايوه هيك ريال مدريد حيطلع صفر بطولات. يا زلم والله حزنان عليكم ريال مدريد. تطلع صفر بطولات اليوم، تروح من بايرن ميونخ خلاص بدناش ممر شرف. تطلع من دوري الابطال وبدناش ممر شرف. يلا بنزيمة. لعيبة بنزيمة اليوم زي البشر ورونالدو حمار. بنزيمة ولك والله كفو يا ابو ابراهيم. عامل لكزز بتجنن. ولك ايوه بنزيمة الرهيب والله. شكلك مصلي العشاء قبل ما تيجي. شفتوا بنزيمة بغيب وبرجع. هذا الفكر الكروي. يلا والله بتقدر، والله العظيم الريال على الارض ومنه ضعيف. يلا شد حيلكم بس. بنزيمة يسجل. لا والله في خلاص. سحر والله سحر. بنزيمة يسجل. طلع كيف حطها والله. بنزيمة بضيع والله ما بحط. طلع بنزيمة كيف بلعب. ايوه لا يا حبيبي جن ولكن جن. الله بلانتي والله بلانتي. طلع شيل يخرب بيتك بيت. تفو عليك حكم خرا. بششي قوم انقلع. ايش فيش لعيب يا حكم. ولك انت الحب حبيب قلبي يا حبيبي. لسه 19 دقيقة وكل ال ولكو يخرب بيتكو ضربة جزاء والجن بتلعبوه وتلعبوه مع بنزيمة. يا بدي يلا بالله عليك. يلا ولك الله. والله جن ولك بتحطوا جن على الجول. يخرب بيتكو. الله يوفقك يا زيدان. الله يكسرك يا زيدان. ايش هذا رونالدو. يلا رونالدو يا رونالدو. الحكم الجول تحت مش فوق. الجول يا رونالدو الجول تحت مش فوق. يلا مارسيلو ايش هذا. يلا ولك جن. ولك والله انه جن. الله يرحمك يا بيبي. بس شو كنت مسوي في دفاع. يلا لعيب يا بي. رونالدو حظكو يا بايرن ميونخ. بس بتدلع قاعد. يلا ما كيف بدك تحطها اذا من قريب والجن واقف على جولتك. من بعيد تحطها. ولا يا ابن الحكمة يا ابن الكلبة. ولك والله بلنتي. شو بتعمل. ولكو هذا فوتبول. الله يخرب بيتكو. والله انك رهيب انت يا حكم. ولك اصلا هي مش بلا. بنزيمة لعيب ابو ابراهيم. ولك شو اللي بصير قاعد. ايش فيه. مين هذول. مين قال هذا. لانه بنزيمة بيخوف زي الظاهرة رونالدو. الحارس خف عقله لما شافه. ولك شو هذا. ولك والله جن يا ناس. يا عالم والله جن يخرب بيتكو. والله جن. طلع ولك الحارس. الحارس ولك. تعال شو صار بالحارس. على فكرة تاعت مرسلو مش بلنت لانه خبطت ها في النصف التحتاني. هقولنا هاي ليد. هذيك المرة قلنا هاي ليد. هذا كله كتب. لما تيجي تكتب في ايش. تكتب في ايدك. هاي عمرك كتبت من هان. كنت تكتب ما بتكتب. هاي ليد. ولكو جن. طلع جن واقف على الجول. ولكو جن واقف على الجول. وهاي فيش فيها شيء. اخ يا قلبي. اخ مشان الله. ولكو شو هذا الجن هذا. زيدان يا حج زيدان لقي لك حل. ولكو هذا بايرن ميونخ. رونالدو شو مالك. وجن مبينه جن صح. الجن طالع من رونالدو وداخل على بنزيما. يلا وابدها. يلا ولك الله يخرب بيت الجن. ولك شو هذا.
شكله الجن طلع من بنزيما ابصر وين راح وين حكى جن وين طلع ورحت دور على الجن هسه بتلاقيه هان دور على الجن قول قول الحمد لله قول الحمد لله ولك احتفل احتفل والله العظيم انهم فرقة ما بتستاهل يخرب بيتهم بيت جن وسحر وشعوذة وحكام يخرب بيت بتسجل فينا ولك يا كلب لا قل ايه ايه والله والله كيف حال اختك انت ايه اسف اسف يا شباب سجلت فيكم وحطلعكم من دور الابطال والله انا حبيب الله يسعدك نعم ابو مارتك شو انك كلب واطي ولك والله اللي بفهم واللي ما بفهم بيعرف انه هذا الحكي جن وسحر وشعوذة يا مولا يخرب بيت وابوك اللي خلفك بطل يعرف يلعب ولكم شان الله مش هيك هذا المدى بعرف صد الحارس بالمدى بعرف صد بس لانه الجن واقف معاه يلا 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 طب والله ما بدها تدخل والله مع الجن يا امي يا امي شو هالمباراة مش قادر شو بدنا فدخية وعنا نفاس ولكم مش هيك ولكم مش هيك والله ما لو الفطبل مش هيك مش هيك وين 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 الفيفا وين ايش يا ناس يا هو الفيفا مش صاحية تابعش في المباراة الفيفا تطلع ايش ولكم شوفوا شوفوا يخرب بيتكم بيت نهائي الثالث على التوالي ولكم نهائي وشو نهائي البطولة لنا يعني مين يلعب ضد ليفربول الراما بايرن ميونخ ما قدرش يوقف قدام الراما البول 13 رونالدو غير سير قد برشلونة بدور الأبطال الله على المقارنة ولكم شوفوا طلعوا كيف المقارنة بنقارن لاعب في نادي سبحان الله طلعنا من دوري الأبطال طلعنا من دوري الأبطال الله لا يوفقك ويخرب بيتكم يا ناس يا عالم يا هو ركزوا ركزوا في أمي الطابة بتعرفوا إنه هذا كله غش المدريدي كيف مبسوط المدريدي ولكم يخرب بيتكم بيت وكيف تنبسطوا نعم اقترح على الفيفا انها تعمل لجنة مخابرات واستخبارات في امها الفطبل لانه هذا الوضع مش لازم ينسكت عليه تحكيم معاهم جن معاهم بيعملوا سحر غش واضح بنزيما اللي سجل الجولين لو مش بنزيما بقول لك يخاوى يوم الاحد بتقول تعمل ممر شرفي والله مش لازم ممر شرفي لازم يحطوكوا على الارض ويطلعوا عليها كل لعيبة يخرب بيتكم والله لازمكم دعس ثالث مرة على التوالي النهائي ووروني وين الحظ وين الحظ اللي بتحكوا عنه يعني الحظ ماشي امرات بكون شاطح مع الواحد بس مش انه توصل للنهاية ثلاث مرات ومين على مين وصلت في النهاية ثلاث مرات ضد مين لعبت والكل لعبنا ضد اندي بتخوف بتخوف هذا حظ والكل احنا ريال مدريد يا ربي دخيلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا فريق كيف فوز كيف فوز هذا فريق يمه هذا بكرقه بكرقه شو يسوي هذا بكرقه سهر سهر حرام فكره حرام السهر والله ربنا يسخطك سهر يمه صلاح صلاح راه فيها صلاح نو او ماي جاد او ماي جاد We are do. يا رب ابعد عن صلاح الأذى لا هيك ما يزبط يا رب همم همك صلاح يا رب